ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه تغطيتنا المميزه جدا والحصريه لمسلسل كلمه سر مستمره معاكم، ولسه عندنا لقاءات وحاجات مهمه جدا مع صناع المسلسل. هو مسلسل تشويقي احداثه سريعه جدا، في رايي انه جديد، ما فيش حاجه اتعملت كده في لرمضان قبليها، وده اللي شجعني ان احنا طبعا ومجموعه الممثلين الكويسين قوي واصدقائي اللي احنا بنشتغل مع بعض، فارجو انه يبقى مسلسل في الاخر نتيجته كويسه ان شاء الله. في احداث كتير قوي، الحاجه اللي انا قلقاني ان ممكن اللي يفوتوا حلقه ما يقدرش يتابعه غير لما يدور على الحلقه ويتفرج عليها، بس غير كده لا، وكل واحد محطوط في دوره في شخصيه حلوه، وانا متهيألي ان المسلسل ده فيه 4-5 بطولات. يعني احنا كل شويه نعمل موضه ونعمل شكل ونعمل منظر، اللي زمان كان المسلسلات في رمضان وبره رمضان، بعدين قال لك لا في رمضان، وبعدين دلوقتي قال لك لا نرجع تاني خارج رمضان، فالمساله ماشيه حسب أهواء الناس والفلوس بتيجي إمتى وحكسب إزاي، إنما كفن وكقيمة يعني أنا آسف جدا مفيش مسلسل فيك يا مصر بيتعمل وإنت معاك 30 حلقة، فلما نبقى نعمل 30 حلقة في الأول نبقى نتكلم عن الحاجات التانية.